بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد وصلنا في التكلم عن أهوال يوم القيامة، عن الحشر وعن الأرض التي يحشر الناس عليها. وكنا قد ذكرنا سابقا أن القيامة تقوم على شرار الناس، وعندما تقوم عليهم يحشرون على أرض بلاد الشام. هذا عند النفخة الأولى، نفخة ذكرنا الصعق، ويوجد نفخة البعث، والبعض قال يوجد نفخة الفزع قبل ذلك، والبعض عد نفخة الفزع والصعق واحدة، والبعث هي ماذا؟ الثانية. أما اليوم نتكلم عن حشر الناس، أي جميع الناس على أرض غير هذه الأرض. نشوف شو المراد بغير هذه الأرض، وما ورد عن الحبيب صلى الله عليه وسلم من حديث في ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة النقي ليس فيها معلم لأحد. رواه البخاري. هذا حديث صحيح، لأن الإمام البخاري رحمه الله تعالى أورده في صحيحه، وذكرنا سابقا أصح كتاب بعد كتاب الله كتاب ماذا؟ البخاري. الأحاديث التي فيها هي صحيحة إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث يتكلم عن حشر الناس يوم القيامة، أي جميع الناس من لدن سيدنا آدم. مع من ابتدأت البشرية؟ عندما خلق الله عز وجل سيدنا آدم عليه السلام من تراب، وخلق من ضلعه من؟ زوجته، ما اسمها؟ حواء. وذكرنا أن سيدنا آدم عليه السلام سمي بآدم لأنه خلق من أديم الأرض من التراب، وأن السيدة حواء سميت بذلك رضي الله عنها لأنها خلقت من شيء حي، من ضلع سيدنا آدم عليه السلام. وتكاثرت البشرية وفي الأنبياء والمرسلين إلى بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ختمت النبوة برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة في بشر. طبعا الدين واحد، كل الأنبياء جاءوا بدين واحد، إن الدين عند الله الإسلام. كانت الشرائع تختلف بمعنى كيفية الصلاة، كيفية الزكاة، كيفية بعض أحكام الطهارة تختلف إلى آخره من هذه الأمور التي بالفروع وبالشريعة. أما كعقيدة، العقيدة واحدة، كل الأنبياء يدعون إلى لا إله إلا الله. فيوم القيامة كل الأنبياء، كل الأمم، كل الخلائق بدأ تبعث وتحشر للحساب. وهذا من الحديث يتكلم عن ذلك، وين كلهم بدأ يقوموا يتحاسبوا، على أي أرض؟ قال على أرض بيضاء عفراء. نشوف ما معنى ذلك. ولذلك أخبر صلى الله عليه وسلم أن النبي يرسل، قال ومعه ربما أديه يمكن يكون معه واحد. تخيل نبي ما معه إلا واحد. نعم، كيف ما حدا يؤمن به إلا واحد؟ قال في أنبياء بيكون ما معه أحد، في أنبياء بيكون ما معه أحد، في أنبياء بيكون معهم قلة. تخيل سيدنا نوح عليه السلام أدى دعا قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، 950 سنة بس دعوة إلى الله. هذا ما عمره لسيدنا نوح عليه السلام، سيدنا نوح عاش أكثر من ذلك، هذا بس كدعوة إلى الله. وما آمن معه إلا قليل. فكل على الأنبياء اللي يبعثوا معهم أقوامه، مين آمن ما آمن، يكون ما آمن معه كما ذكرنا إلا واحد، يكون حدا ما آمن معه أحد. قال وهنا نتعلم أنه كم المسلم الداعي إلى الله يصبر على من يدعوه، قد لا يستجيب لك، نعم، قد يستهزئ بك، نعم. الأنبياء هم قدوتنا، أدي دعوا أقوامنا، أدي في ناس سبحان الله ما يؤمنوا ما يصدقوا أو يكونوا قلة. هون لما إنسان يقرأ بالسيرة وبأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وعن الأنبياء بيتعلم ماذا؟ الصبر.
فيخبر الحبيب صلى الله عليه وسلم ضمن هذا الحديث كيف الناس بدها ترسل وتبعث قال يخبر أيضا أنه في ناس بيدخلوا الجنة بغير حساب، في 70,000 بيدخلوا الجنة بغير حساب، 70,000 هون ليس للحصر من 70,000 هدول 70,000 ما في غيره، هون للكثرة. من هؤلاء؟ مين هو بده يقوموا؟ نحن يقوموا على أرض المحشر، بده يكونوا على هذه الأرض، بس في أشياء هيمروا عليها وبيجي معنا وقت الحساب، بس هيك بنهي الألين بعدين منفصل فيها إن شاء الله. من هؤلاء غير الشهداء، يعني قربت والله نخليها لتجي معنا تتشوقوا أكثر ساعتها. على حديث سادة بنفسره الآن، قال هم الذين لا يتطيرون. شيء لا يتطيرون، ما بيتشائموا، يعني في ناس يكون عندها تطير. ولا يسترقون، شيء يعني يسترقون، قصة الرقية، قال لا يطلب الرقية من أحد اللي غير شرعية، هذا أحد التفاسير. وشو كمان أيضا؟ وعلى ربهم يتوكلون. والحديث له تكملة بس لأن ليس الموضع الآن، إن شاء الله لما نتكلم عن الحساب نفسركم الحديث ومنشوف ما تكملة الحديث. على أرض بيضاء عفراء، قال العفراء هي البيضاء قريبة إلى ماذا؟ إلى الحمرة الأرض. وقيل بيضاء بياضا غير ناصع، وقيل خالصة البياض، هذا وصف للون الأرض. شو يعني قرصة النقي؟ هي القرصة من الدقيق النقي من الغش وماذا؟ نخال في أخونا عبد الرحمن النخال. فهذا تشبيه لماذا؟ للنبي صلى الله عليه وسلم عم يشبهنا الأرض بذلك، بيّن لك ليس فيها معلم لأحد، يعني أرض خالصة نقية ما فيها شوائب ما فيها علامات. ليه؟ هذه الأرض ما وطاء أحد، بده يتحاسب الناس عليها. قد يأتي البعض ويقول طيب شيخ كيف الناس كلهم بدهم يساعوا؟ هذا بقدرة الله سبحانه وتعالى، هذا بقدرة الله عز وجل. طيب شو في حديث ذكرنا؟ في أحاديث أخرى بيأتي معنا. شو في آيات؟ قال تعالى يوم، بيجي معنا الآيات شو عن التبديل بسورة إبراهيم يا محدين، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يبدل الله الأرض غير الأرض والسماوات، قال فيبسطها ويمدها مد الأديم العقاضي. هذا مرق معنى تشبيه الأديم هو شو؟ الجلب. والعقاضي قلنا نسبة لعقاض، وكان في أسواق تسمى بذلك. قال لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. قال ثم يزجر الله عز وجل الخلق زجرة فإذا هم في هذه المبدلة، بقدرة الله يتقلوا إلى هذه الأرض. هل هذه الأرض مبدلة يعني كليا الأرض هاي بدها تروح وتفنى، ولا هي التي تبدل يعني بمعنى تجدد؟ شو بتقول يا زياد؟ الله أعلم. نرى شو في آيات مشابهة لذلك، شو وجه المشابهة بين الآية التي مرت معنا بسورة إبراهيم، في آية أيضا تتكلم عن أهل النار يا لطيف. قال كلما نضجت جلودهم بدلناها. شو بدلناهم؟ شو ببدلهم رب العالمين؟ ها رب العالمين ببدلهم جلودا ماذا؟ غير هذه الجلود. الآن التبديل هون بمعنى ماذا؟ كلما نضجت جلودهم بمعنى شو يعني نضجتهم؟
دابت راح شدة العذاب والنار يا لطيف، شو بصير بالجلد؟ بيدوب. فالتبديل هنا يعني بيطلع جلد آخر، بس أصل الجلد والجسد هو زيته. قال: وجه المشابهة أن جلود الكفار كلما احترقت قيل لها عودي فعادت كما كانت، ومعنى قوله غيرها أي صارت غيرها لعودها بعدما نضجت واحترقت، وإلا فهي هي يعني هي ذاتها التي عملت المعاصي في الدنيا. الله أكبر، أنت عصيت بها الجلد وبع الجسد وبع الجسم، بدك تيجي تعذب فيه يوم القيامة. فأصل الجلد والجسد والجسد والجسم هو ذاته. قال ابن عباس: يبدلون جلودا أمثال القراطيس، أي تجدد لهم الجلود التي نضجت ليتجدد لهم العذاب، حتى بيكون لها سماكة ويكون في ضخامة، حتى ورد درس الكافر بيكون قديه كجبل أحد. قال: وكذلك تبديل الأرض والسماوات هو تغييرها من حال إلى حال، وإلا فهي هي والله أعلم. واضحة هنا تفسير أنه أصل الأرض عدل موجودة، لكن بدها تغير أي بدها تبدل. كيف الجلد؟ جلد الكافر عم يتعذب، راح جلده دم من شدة العذاب، ده شو بيصير؟ بده يبدل جلد آخر. هذا التبديل مش معناته جبنا إنسان تاني. وطبعا هذه أمور كما ذكرنا سابقا غيبية، يعني هذه تأويلات من العلماء بس لتقريب ذلك إلى الأذهان، بس نحن اللي بدنا نفهمه ونعتقده ونؤمن به أنه يوجد يوم قيامة، وأنه يوجد بعث ويوجد نشور وفي حشر على أرض غير هذه. ماذا الأرض؟ كيف غير هذه الأرض؟ فسرنا ذلك. واضح على أحد التأويل. ممكن يكون في تفسير أخرى، بيكون ويوجد تفسير ماذا أخرى. فإنسان بده ينتبه إلى ذلك. لأن في ناس الآن بينكروا، شو بصيروا بينكروا؟ لك ما في بعث ما في نشور، أو بيقولوا لك ما في يوم قيامة، أو بيقولوا في جنة ما في نار. كان في ناس امبارح شفتهم عم ياخذوا دروس مع شهود يهوى، مثل من وحده مثل كانت تصلي وكانت ماشي بتقولوا على الصراط المستقيم، بنت فتاه يعني بعدها باول عمرها، حكيت معي امها قالت لي: بنتي عم بتروح تحضر شو دروس مع مين؟ مع شهود يهوى. وهدول شهود يهوى ما في حدا الا كفرهم، يعني النصارى مكفرينهم، وهن هيك بعباره مختصره يهود صهاينه بثوب المسيحيه يدعون المحبه والسلام، وهدف تخريج الناس من دينهم. ليه؟ لأنهم هم يعتقدون أنه بس اليهود هم الناجون، وفي 144 ألف هذول بس اللي ناجين وبفوتوا على الجنة، وبيجيبوا الشبهات. يعني بيرا بس كنت عمناكش مع فكرة واحدة بس بعد ما فت، أنه الصلاة واحد بيصلي بقلبه أنه ليكوا في صلاة، ولأنه في خمس أوقات يعني في ظلم، يعني رب العالمين بيظلمهم لما خمس أوقات بالنهار وفي إنه قضاء وإلى وقت، وأنا بصلي ونفتي ما بدي، أو بصلي بقلبي أو بصلي كيف ما بدي. شوف أنا بعدها أو فكرة دي بس زرعوا لي إياها براسة، قلت لها: أنت بتؤمني بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟
سكتت. قالت لي بس انه ليه هو اخر الانبياء بده يجي يجي المسيح؟ انه مش هو اخر الانبياء، يجي يجي المسيح. فشرحت لها انه كيف يجي سيدنا عيسى عليه السلام ويتبع شريعه مين؟ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فهو ما في تناقض. سكتت. ما بيجي بزت له واحد شبهه، هو واحد ما عنده معلومات يقول معك حق، ما بده يجي المسيح، يعني معناتها محمد منه اخر الانبياء. و ترى ما نمشي لهم بالتدريج، لان اذا نحن بدك ما بتؤمني لا نعرف شو نتكلم. قالت لي هي سكتت. قالت لي طيب. قلت لها فسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم الانبياء وجاء بالقران، تؤمني بالقران؟ علي بؤمن بالقران الحمد لله. هي بس اللي كانت تصلي وكانت دورات بالجامع. لا اف مح الدين فتنه كبيره، منا قصه واحد يقول انا والله بالجامع وانا بصلي وانا محجبه انه خلص صرت بالجنه وما يصير معي شيء. لا الله ما يفتننا، الله ما يفتننا. كثير ناس كانوا ماشيين ودين وصلاه وفجر حاضر وصلاه وقراءه قران ويحفظ، بعدين ترك كل شيء ومشي، والصيام وقيام. صدقا في ناس صاروا يشربوا ولا خمر، كانوا بدورات بجوامع وكذا يدرسوا قيام ليل وصلاة وكذا. هلا بالبارات في فتن بتصير، في شيء والعياذ بالله قد يصيبه للإنسان، خاصة رفاق السوء. لما واحد يبعد، إذا بتفتش كل القصة أو أغلبها من أسبابها رفاق السوء، بعد عن البيئة، بعد عن بيئة الجامع، بطل يجي يصلي بالجامع، بطل يجي يحضر دروس، وبيجي واحد بس سوسي، مش من بيت السوسي، سوسي يعني لطيف، ما بيسلم، بيجي بشده وبيجيب له شبه بضله يا لطيف. فقالت لي القرآن، ورسخت لها لأن هني بشككوا. قلت لها كيف انتقل القرآن وكيف حفظ القرآن وكيف هو بالصدور وبالسطور؟ قلت لها بالقرآن، رب مين أمرنا بالصلاة وأقيموا الصلاة. قلت لها ليه ما بالقرآن مذكور كيف نصلي وكيف كذا؟ قلت لها القرآن وضعنا الأسس، وهذا من أعجاز القرآن، ولحتى يحفظ القرآن وضعت الأسس. إذا بديش كل شيء بالتفصيل عيصعب حفظه على مين؟ على الناس. وجاءت السنة الأحاديث، كمان شرحت لك كيف ناخذ بالحديث الصحيح، يعني بيقولوا حديث أمين قايلة مما كان بيكتبها مفصلة لذلك، وحكم كثيرة ذكرنا إياها. طبعا مش وقتنا، بس أنا حبيت أقول لكم عن الموضوع إنه كيف الأمر خطير، وكيف هلا في فئات عم بتشكك بالبعث. أنا عم نحكي عن يوم القيامة والحشر وعن النار، بتشكك بهالأمور كلها، وعم بيجوا يستهدفوا المسلمين وبمناطق المسلمين. وهن موجودين هون عين مريسي، بيجوا بأوقات بوزعوا ولك كتاب المقدس، وبصيروا بيعطوك ماذا؟ برشيرات وكتيبات، وبيحكوك بهذه الأمور. ولك بس سمعنا. هذيك مرة أخ قال لي، اجوا وقفوا قالوا أنا مسلم، قالوا إيه ولو مسلم بس بدنا نحكي معك كلمتين. تخيل يعني لوين؟ انه لا بدنا نحكي معك. سبحان الله بيلحقوه، بيجوا على البيوت، بدق على البيوت، بيحكوا بابتسامه بكلمه حلوه وكذا وانه ادب، والى نحن جايين بس بدنا نحكي معك نتعرف عليك، لحتى يضربوا عقائد الناس. فالامر خطير. ليه بقول هذا الامر؟ انا عم بركز عليه لان اولادنا بدنا ننتبه له. يعني هذه الاخت الله يجزيها خير، والله اتصلت انتبهت على بنتها، لا تعب بتروح، قالت لها وين بتروح؟ ايه سكتي، راقبتها وكذا، بعدين عرفت انها بتروح تحضر دروس عندهم، ذكرت لي وين المكان. فبلشت لقوها بطلت تصلي. يا ماما ليه وقفتي صلاه؟ بلشت تقول لهم هذه لا وكيف وكذا، ودخلوا لها بالعقيده يا لطيف، بيخرجوها من الدين. فالواحد لما يدعي في صلاته اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على ليه؟ يعني لا يعلم متى قد يفتن والعياذ بالله. يمكن انسان
يا لطيف، مثل ما قلنا بيصلي وبصوم ويجي حدا يفت انسان. هلا غالبا بيكون بيكبر بالسن انه بيرجع لربه سبحانه وتعالى، بيجينا اوقات اشياء ومسائل تقول لا حول ولا قوه الا. من يومين اتصلت وحده كعدار فتوى، امراه مبين صوتها كبير بالسن، كبشة زوجها عم بياخذ منشطات جنسيه. يا لطيف، وعم يسهر بيجي متاخر كذا، واجهته بلش يتهرب وكذا، قالت لي نحن صرنا جد وجدة، وحالي عم تسأل شو بدها تعمل كيف؟ إنه بعد على العمر عم بروح يفعل هذه الأمور. يا لطيف، تخيل وين الفتنة؟ يعني واحد بيجي غالب الناس حتى لما يكبر بحج وبتوب، في ناس لا حتى لما يكبر يا لطيف بيشرد وبروح على المعاصي. طب اللي بده يكون هيك، كما في يوم قيامة، في بعث، في نشور، في حساب، في وقوف بين يدي الله، هذا إنسان شو بده يأخذ معه لآخرته؟ ماذا بده يقول لله سبحانه وتعالى؟ يجي يحاسب، وقفوهم إنهم مسؤولون. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا. عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يقبض الله سبحانه وتعالى الأرض ويطوي السماء بيمينه، ثم يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ أين الملك؟ أنا الملك، أين ملوك ماذا؟ الأرض. تخيل إن يوم القيامة هؤلاء الجبابرة الطغاة وينني فاصلنا ده تبدل، هل بده يجي هو كملك؟ لا، هذا يجي كرئيس، كوزير، كنائب، ما يجي، بده يجي عبد من العباد، كعبد كأي عبد من عباد الله. شو ما كان قد ايه بتقول لي معه حسابات بالبنك، هذا كله ما بيفيد. بتقول لي قد ايه معه اعمال ماذا؟ صالح. قد ايه معه اعمال صالح؟ فرعون شو اجى قال؟ انا ربكم الاعلى. غرق، ما قدر يعمل شيء. قارون فخسفنا الارض، خسفت فيه، شو قدر يعمل؟ ما قدر يعمل شيء. هاي النمرود، وين ذكر النمرود؟ في سورة البقرة بيقولوا له الناس النمرود، والنمرود بقصة مين؟ سيدنا إبراهيم عليه السلام. إجا حاجج سيدنا إبراهيم، قال له، والآيات معروفة: ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم، إجا بحاج سيدنا إبراهيم برب العالمين، شو؟ قال أنا أحيي وأميت. كيف تحكي وأنت بتحيي وتميت؟ قال في اثنين محكوم عليهم بالإعدام، جابوا واحد أطلق سراحه، قالوا هذا صار شو؟ صار حر خلص، أحييت. الثاني قالوا نعدمه، قالوا هذا موت. فشاف سيدنا إبراهيم عليه السلام عنده هذا شو؟ سفاهة، وأنه أعطيه حجة تاني ما يقدر يواجهها بشيء. رب العالمين كيف يأتي بالشمس؟ منين؟ قالوا فأتي بها من المغرب، غير نظام الكون، تقدر؟ قال فبهت الذي كفر، بهت خلص، ما قادر بقى يجي، ما بيقدر، كله بقدرة الله سبحانه وتعالى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلقي الأرض أفلاذ كبدها أمثال الأسطوان من الذهب والفضة. أسطوان هي شو؟ سواري، يعني المراد فيها كميات كبيرة، شو فيها بقلبها؟ ذهب، فضة، كنوز، كله بده يطلع، وفيها الأموات بده يبعثوا كلهم بده يقوموا. قال: فيجيء القاتل فيقول: في هذا قتلت. بشو أنا قتلت؟
هذه من أجل الأموال الدنيا. أديلا في ناس يا لطيف من أجل المال قتل أو قتل، إذا كان عم يسرق عم يهربوا وعم يسرق، أو كرمال وردي أوقات لي أخوة بيتخانقوا بيقتلوا بعض، أو كرمال يورث ناطر والله عمه ناطر أبوه ناطر خيو ليموت ما كان يموت بيقتلوا. سورة البقرة معروف القصة، ابن أخ قتل مين؟ قتل عمه كرمال الوردي. لذلك لما قتلوا راح زدتوا أمام قبيلة تاني عيالة القبائل، قالوا مروح عند النبي موسى عليه السلام هو يفصل بينه، فذهبوا عند سيدنا موسى عليه السلام وأمروا أنه يذبحوا بقرة، ومعروف أدي صاروا يعني اليهود شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم، كما قال سيدنا ابن عباس أنه كيف على البقرة وشو لونه وأدي وزنه، حتى وجدوا البقرة فيها الصفات واشتروها بوزن ذهب، كان صاحبها يتيم وموصى الأم يعني زوجته أنه هذه البقرة بدها تكون سبب شو؟ سبب معيشتكم، حافظوا عليها. شوفوا هنا الحكمة كمان، فلما جابوها ذبحوها وضربوها ببعض، جابوا الجثة وجزء منها، هذا الميت يعني عمه عاش بإذن الله، وقال لهم مين اللي قتله؟ ابن الخيل، فبينت الحقيقة. لما أقول ابن الخيل يقتل عمه، نعم من أجل المال، ابن أخ يقتل، بتصير يا لطيف. ويجيء القاطع فيقول في هذا قطعت رحم، قطعت رحمي بفي على قديه، كمان من أجل الورثة بتلاقي الأخوة شو بيصيروا بيتخانق من أجل الذهب، ما رح أحكينا كمان ما نعيد الكلام، ذهب الأم إنه هذا للبنات، لا هذا ما بعرف لمين، هذا وقت بيتخانق، ولا بابا عطيك ما عطاني بيتخانق دنيا. ويجيء السارق فيقول في هذا قطعت يده، أنا كرمال عليك المصاري بالدنيا لا في حدود، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. تعالوا إلي، طبعا هذا مش معناته دين الإسلام دين عنف أو دين يدعو إلى القطع أو القتل، ولكن رب العالمين قال ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. ولا شوف كل الدول وإذا ما في عقوبات ما بيلتزم المجتمع، وفي طبعا شروط لتنفذ الحد، ما يواحد ولا صار تقطع له إيده، لا حسب شو سارق ومن أين سرق وكيف ثبتت عليه السرقة إلى آخره، في شروط طويلة عريضة مثل حد الزنا، ما في مزح في حد صح، بس الشروط صعبة، بدك تجيب 4 شهود، بدك تجيب 4 شهود انه والله فلان زنى بفلانة. عشان هيك اعداء الاسلام بيجوا لما يجوا يقول لك انتم عندكم حدود، قولوا تعال شوف حبيب الشروط، وشوف ايضا بالشرائع السابقة، وشوف انه هذه الامور لا تستقيم كلها فيها حكم. قال ثم يدعونه فلا يأخذون منه شيئا، ما حدا بياخذ شيء، ليه؟ خلص بيزهدوا في هذه الدنيا. نحن عم نجيب الأحاديث لنشوف انه يوم الحشر يوم القيامة كل شيء دنيا شو حيعملوا؟ حيتركوه، ما ينفعهم الا ينفعهم ماذا؟ الأمور الأخروية، هذا بس فقط الذي ينفع الإنسان. فنحن بدنا نزهد في الدنيا من أجل الموقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. قال سبحانه ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. طيب نحن قلنا الأرض بدها تتغير، وين الجبال؟ وين الأراضين؟ كل بدها تروح، بدها تبدل. آيات كثيرة أنا ما نقراها كلها، آية أخرى قال تعالى كالعهن المنفوش، هلا نشوف شو معناتها، نشوف شو معنات العهن، ليه شبهت بذلك هيك بتصير. وسيرت الجبال فكانت سرابا، بتصير سراب،
وكانت الجبال كثيبا مهيلة. آيات كثيرة عم تتكلم عن الجبال شو عم بيصير فيها. الله عم نشوف شو تفسير هذه المعاني. وهنا صير نحن نتفكر بهذه الآيات لما تمرق معنا بالقرآن. هذه معناتها انه انت بدك توقف عندها تتفكر فيها. يعني تخيل واحد عم يقرا ولا زلزل اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما شاء الله. اذا انت ما عم تفهم حالك شو عم تقرا كيف بدك تتدبرها؟ كيف بدك تتدبر انه هذه السوره عم تتكلم عن اهوال يوم القيامه؟ كيف بدها تزلزل الارض؟ كيف الارض بدها تتحدث وتتكلم؟ كيف بدها تشهد عليك؟ وخاصة هلا بالصلاة كثير ناس بتلاقيه بالصلاة مثلا قصار الصور حافظ الزلزلة حافظ العصر قل هو الله أحد بكررها بالصلاة ولا يتفكر بمعناها ولا يستشعر بها ولا تدمع عينه. ما في تلاقيه عم يمشي لا يفقه ما يقول. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال سأل رجل من سقيف رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تكون الجبال يوم القيامة؟ كيف تكون هذه الجبال؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية ويسألونك عن الجبال بأي سورة؟ سورة طه. ويسألونك عن الجبال هنا عم يسأل انه هل بتبقى يوم القيامة ام بتزول؟ فقال تعالى فقل ينسفها ربي نسفا اي يذهبها عن اماكنها ويسيرها تسييرا فيذرها اي هذه الارض شو بتصير؟ قاعا صفصفا. شو يعني؟ منبسطة. القاع هو المنبسط المستوي من الارض. يعني الارض شو؟ مستوي. يعني هذا الجبل كنت عم بتشوفه شو صار بالأرض. قال شو الصفصف؟ معدين تفضل. صفصف أي الأملس مالس ما في طلعات ونزلات. لا ترى فيها عوجا ولا أمتا أي لا ترى في الأرض يومئذ واديا ولا رابية. شو يعني الرابية؟ على الرابي لاسمها الرابية لأن تل عالي ما فيها لا ودين ولا فيها شو تلال لا طلوع ولا نزول. قال ولا أكمى ولا مكان منخفضا ولا مرتفعا خلاص مستوية في الأرض. وهذا ذكره ابن عباس وعكرمة وغير واحد من السلف الصالح. فتخيل انت هذه الجبال عم تشوفها العظيمة كلها شو اشبه وين صارت؟ مستوية في الأرض. لا خلص زالت الحكمة منها. الجبال من الحكم في خلقها ماذا؟ من يعلم؟ رواسي. شو يعني رواسي أخ محمد عيتاني؟ شو بتعمل؟ ترسو الأرض بتثبت الأرض. شو قال رب العالمين في سورة النبأ؟ ها الجبال شو قال؟ أوتادا. الوتد الآن بتشوف بدك أنت تركب خيمة بالكشاف في وتد التلتين بيكون بالأرض يعني تحت الأرض والتلت ظاهر. قال هكذا الجبال سبحان الله. يعني هلأ الجبال نحن ما نراه هو التلت فقط. أين الثلثان؟ قال في التلتين. قال بالأرض. قال أما قوله تعالى تحسبها جامدة أي قائمة واقفة وهي تمر مر السحاب أي تسير سير السحاب حتى تقع على الأرض. الله أكبر تخيل السحاب وفي رمان. قال البغوي رحمه الله تعالى وذلك أن كل شيء عظيم وكل جمع كثير يقصر عنه البصر لكثرته. قال وبعد ما بين أطرافه في بعد. قال فهو في حسبان الناظر واقف بس هو شو سائر. يعني هي هذه الجبال صارت كلها بدها تصير تراب بدها تصير مستوية بالأرض
صارت فتات، انت بتشوفها كأنها شو جامدة واقفة، بس هي كلها هذه صارت كسحب، هي تسير. سبحان الله، لشدة الموقف والأهوال هذا النظر بطل تستطيع أن ترى فيه كأن ما في شيء. الله بعطيك مثال، يصير هلأ أي شيء، انفجار، زلزال، أو شو بصير بتشوف أشياء، أنت هتشوف نار، هتشوف دخان، بل شدة الأهوال نظرك شو بصير؟ سبحان الله، تخيل، مش معناتها بطل يشوف، بس في أهوال، في شدة. شو بتخيل يوم القيامة عم بتقوم عم تتزلزل الأرض، إذا السماء انشقت، إذا الشمس كورت، كلها بدها تذهب، ولا يجي معنى شو معنى كورت وتضمحل. شيء عظيم خطير، منو بالشيء ماذا؟ الهين. نسأل الله عز وجل ماذا؟ السلام. وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله عز وجل وبست الجبال بسة، بأي سورة؟ الواقع. شو يعني يا سعيد بست الجبال بسة؟ كنا الله حافظين صوت الواقع ونقراها كل ليلة، وشو معنى وبست الجبال بسة؟ أي فتتت، فتة فتتت، تفتت تفتيت، راح. هلا بتجيب انت مثلا بحصة معنو صغيري بالدقة تتفتت كمان، صار تراب. قال انت جبل تفتت، يا لطيف، جبل عظيم. هلا الآن كسرات لما يطلع عبيكسروا هذه الجبال، قال الجبل تلاقيه بلش يتاكل، بس أدي بده وقت وأدي عم بكسر، وأدي يوم القيامة أمور كلها بصير في لحظات. قال فصارت كالدقيق المبسوس أي المبلول، وقال السدي أي كسرت، كسرت تتكسر، وسيرت على وجه الأرض تسيرا. كل هذه المعاني ماذا؟ صحيحة. ولذلك قال الحسن أيضا قلعت من أصلها فذهبت، من أصلها راح. شو بتصير؟ هباء منبسة. شو يعني هباء منبسة؟ أي غبارا متفرقا كالذي يرى في شعاع الشمس إذا دخل القوة وهو الهباء. الله أكبر، قوة شو هي؟ فتحة بتكون بأعلى البيت قديما. انت هاي إذا فايت منا الشمس وعم تتطلع شو بتشوف؟ بتشوف غبرة لا ترى بالعين المجردة، لولا أنه في أشعاع الشمس أنت قاعد عم تتطلع. تخيل، قال هكذا الجبال بتصير هذا الغبار، يا لطيف، تخيل بتصير شو؟ بتصير هذا الغبار. ولذلك هنا أيضا تفسير آخر لسيدنا علي رضي الله عنه، قال كوهج الغبار يصطع. وقال عكرمة رضي الله عنه المنبس الذي قد زرته الريح وبسته، يعني ألقته، قال في عاصفة حملت معها غبرة، قال لك هذه الجبال هكذا تصير. العهد شو هو؟ العهد المنفوش. شو يعني العهد؟ كمان حافظينها بأي سورة؟ الواقعة. الله يهديك يا رب. بأي سورة؟ القارعة. القارعة، ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ كملوا، يوم وتكون جبل الشهد. ها شو بتكون الجبال؟ كالعهن، أي الصوف. طيب شو يعني الصوف المنفوش؟ شو يعني؟ في تفسير انه المصبوغ، في تفسير اخر اللي هو شو؟ قال الذي تمزق، المندوف، يعني تمزق. او بعطيكم هيك بعد مثال كيف لما ينجدوا الصوف، يجيب انت الصوف، هلا ايام زمان هلا بطل يعملوها، هلا كله صار شو؟
خطيب منه الله يهديه هو خسر هلا الدعاية منه ما اجى. فالصوف قديما كان كل الفرش والمخدات حتى شو تكون من الصوف، على المدة الصوف يلبد يصير قاسي بتنام عليه يصير معك وجع ظهر ورقبتك والى اخره، بيجي شو بيجيبه المنجد بيجي بيصير بالعصا مثل الاول الكربال بيصير بنجد هذا الصوف. شو بتلاقي هذه الصوف بترجع منفوشه بس هي بتطاير عم بتروق بتطاير وخفيفه. شوف التشبيه سبحان الله القران حتى يقرب لك المعنى الى ذهنك. هيك بتصير الجبال خفيفه عم بتطير بعد ما كانت هي ثقيله وجامده وراسيه بتصير تتطاير كالاهن المنفوش. هلا بعد تنسوها كلمه الاهن المنفوش وشو معناتها وبست الجبال وبسة، لا صراحة أنا قادر كنت كل هول أطعن، كنت قادر أطعن وخلص يوم قيامة الجبال بتتكسر وبنمشي، بس مش الهدف صراحة أنا من هالدروس إنه خلص بسرعة أو نقول معلومات بشكل عام. حابب أعطي بعض المعاني خاصة بالقرآن وهذه الآيات اللي تتعلق بالأهوال وباليوم القيامة وبتمرق معنا وبنقراها وصراحة أغلبنا لا يعلم معناها والبعض ما مستعد يمكن ما عنده وقت أو يقول لك إنه شيء عادي لا يبحث عن معناها. وهذا صراحة شيء كيف يقول معصي ولكن شيء خطأ أن تمر، وخاصة برجع بأكد الصور اللي أنت عم تقراها لأن دائما والصور اللي هي بجزء عمّة أو الصور اللي بتقولنا مثل بالواقعة بالملك الكهف إلى آخره تكون دائما عم تقراها وتكررها وتحفظها وأنت لا تفهم معناها. يعني هذا تقصير صراحة. كما أن الإنسان يفرغ وقتا لأي أمر، يعني بيجي إنسان هلا والله بده يتعلم أي هواية معينة يفوت بنادي وبيصير بيتعلم وبيصير بيفرغ وقت، مش حرام إذا شيء هو منا حرام طبعا. أيضا نحن يجب أن نهتم بكتاب ربنا سبحانه وتعالى، نهتم بالتفسير. في الآن مفردات القرآن كتاب بيجي صغير مثل كيف القاموس، فيه مفردات القرآن كلمات الصعبة، أو جيب فيه مصاحف على الهامش بيكون في كلمات الصعبة مفرداتها، ما عرفتها بتسأل الشيخ تفسيرها حتى يكون نعقل ما نقرأ. بتقولي طب شو بستفيد غير انه صرت بعرف؟ الأجر أكبر بتصير للتلاوة. الذي يقرأ القرآن عن فهم وعن تدبر وعن معرفة لمعناه أجره أكبر عند الله سبحانه وتعالى. طيب مرق معنا كمان كسيبا مهيلة. شو الكثيبة المهيلة؟ وكثيبة مهيلة بأي سورة؟ بأي سورة يا شباب؟ أول كلمة لا تشوف أنت حرك لي ذهنك. كثيبة مهيلة ها. سورة المزمل. ونحن اليوم على الفجر قرأنا في الصلاة سورة المزمل يا محي الدين. اليوم سبحان الله اليوم بصلاة الفجر بفضل الله وصلنا يعني بالختمة بصلاة الفجر نعمل ختمة بالصلاة وصلنا إلى سورة المزمل. هذه غير الختمة اللي بعد الصلاة بحلقة القرآن. فلما رب العالمين عم يذكر كمان عن أهوال يوم القيامة وذكر أن الجبال بتصير شو كثيبا مهيلة. شو يعني كثيبا مهيلة؟ قال ككسبان الرمل بعدما كانت حجارة صماء، يعني خلاص فتفت كمان صارت رمل. وتخيل هذه الحبات الرمل بعد ما كانت شو هالجبال عظيمة. أي هذا الرمل أصبح سائلا. وأيضا عندما قال تعالى فكانت سرابة أي يخيل إلى الناظر أنها شيء
وليست بشيء. تخيل كل هيدي الأوصاف على زندو بسيو، تتخيلوا معي كل الآيات اللي مرقت معنا، ذكر كيف الجبال بدأت تنسف بعد ما نصفت، كيف بدأت تصير تراب وغبار، كيف بعدين قال لك لما تنظر إليها يخيل أنها شيء وليس بشيء. يعني بالقرآن لا يوجد تكرار. يا شيخ كلهم مثل بعض؟ لا مش كلهم مثل بعض. صور لك كل مراحل ماذا النسف لهذا الجبل بعد ما ينسف، يعني كيف يمر بهذه المراحل ويتحول. ما في أبدا تكرار بالآية، كل آية أو جزء من آية وفي سور مختلفة عم تعطيك تصور في ذهنك، تتصور أن ترى وتتخيل هذه المعاني مختلف عن الآخر. قال أن يخيل إلى الناظر أنها شيء وليس بشيء. قال وبعد هذا تذهب بالكلية فلا عين ولا أثر. قال البغوي فدكتا أي كسرتا، دك أي كسرة واحدة، وأول ما تتغير الجبال تصير رملا مهيلا. قلنا يعني كيف سائل. ثم عهنا منفوشا، ذكرنا ذلك التشبيه بالصوف، ثم تصير هباء منثورا. شفتوا كيف المراحل؟ مثل الآيات لما تكلمت عن خلق سيدنا آدم، أمراض تذكر أنه الصلصال الفخار، تذكر التراب، تذكر الطين، تذكر حمأ المسنون، هذه كل المراحل التي مر فيها سيدنا آدم أي بخلقه، ما في تناقض. البحار، شوف يعني البحار شو وصفت بأنها ماذا؟ مسجورة، ووصفت بأنها ماذا؟ فجرت. قال تعالى وإذا البحار سجرت، وقال أيضا وإذا البحار فجرت. سجرت بسورة التكوير، فجرت وين؟ بالانفطار. طيب في تناقض؟ ما في تناقض. شو الفرق بين سجرت وفجرت؟ يلا آخر لنفس الوقت. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال فجر الله تعالى بعضها في بعض، وقال الحسن أي فجر بعضها في بعض فذهب ماؤها، وقال قتادة أي اختلط العذب بماذا؟ بالمالح. يعني كل بقى المياه فجرت واختلطت ببعضها وفتحت على بعضها البعض. أما سجرت، ما معنى سجرت؟ شو صارت؟ نار. والآن هذا إعجاز علمي، كل الدراسات تحت البحار تقول شو في نار، وبدأ شو يصير بها النار؟ بدأ تطلع. فهذا البحار الموجودة بدأ تصير شو؟ نيران. نسأل الله عز وجل أن يجيرنا وإياكم من نار جهنم. ولذلك نقول لمن يذهب للبحر وعم يحرق نفسه، بدو يتقي الله عز وجل لكي لا يحترق بنارين. يا لطيف، قلت لي عم ممنوع روح على البحر؟ روح على البحر بدون ما يكون في نساء، تروح أماكن نساء كاسيات عاليات، عم تحرق نفسك أنت في الدنيا وتحرق نفسك والعياذ بالله بالآخرة إن لم تتب إلى الله. والتوبة إلى الله تحتاج إقلاع عن هذه المعصية. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما يا الله. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.